زاهي يا خمس صلوات
كجبرو بيرو نسوالا رزا فاروغي رزا شون رزا مسلي هو ميزمو جمو توكاشي ري ابدا ابدا مو إذا لاروي وانزم بانشي آهي هاكو هاكو قاسم الزايدة زنو بوير إذا بلي وانتوانا يا زايا أوانغالا وصومو وانسيبيا أفايو مهمو وهاي وناي وصومو يديني يا السلامو وصومو وستعرابو وليوابا وهيش زنقو نشيكريزا akadirikteri wahele dima wanruwama ame wanupia nuambude alenga wata mwazinimo wafayazi havo wanemeshea wamiezi mkua mbache baraka ancha baraka ya ziyo wamiezi mkua tumkusudia ze baraka zile ze ahono na Mungu pia badaho ajibana diwoi hatimizi zenguzo za Uislamu zonti prata endea heji atekeleze farzu ya tano ya Uislamu ya haki badaho kwezi ya ruwebe mbeni harumwe mbude garimboshadani marahaba halimaziga na ajibana hidi Nato shababi wahahe. Nono wahahe. Nesembadezahahe. Halima msigarata. Ya kafami hono ni hayo. Allahu akbar wa lillahi. Rimboshe lani marahaba. Shukuriani. Kabati nogo rajobjo msifanyawa nze parena zikemi na zijudwe zisemiro. Kabati nogo rajobjo msifanyawa mwitacha nyanduwe mbeni. Harumwe mbode. Abangenda rimshukuria woni. Tubambe nukaya. Tubambe jani. Nano wana hai. Nane famia hai. Nano amuhuze. Rimbosha nani marahaba. Zenogo mazifanya za ajiba na hidi. Mamzingara emeno yomili ata. Awa angolo barizahi. Mtoka nina hai. Abenge amjuri sameva tusiwa babajani nyanduwewe mbeni ekanga mbamrongo wale mfanya ramu ya jaja mfunzi ya moyo nantumri samihi heku durami ya zimungu insha Allah bada haweza duga hawa nuka swansi pia sime silamu nane makafi mbrongo nungu wajongo danenu kuhupa Oka mwezi mbwa mwe Qur'ana mokaya inna kamayitun wa mfuba mshume Allahumma salli wa sallim alayhi wa innahum mayituna nuwaruwa pia wafu haini mrashwa mwe ardhi e mfungu joroha ho muda wa haya kwenda mtuke na muda wa Abenge isonde za habari assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شريف حضرة النبي الفاتحة. Dengua. Yeah.
اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته.
اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وثبته. اللهم اغفر له وارحمه 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 وارحمه وثبته. اللهم اغفر له 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 وارحمه وثبته.
اللهم اغفر له وارحمه وسلم. اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له وارحمه وثبته. اللهم اغفر له. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون، وجعلنا من بين أيديهم إنما تنذر من اتبع ذكرى وغشي الرحمن. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن بشر إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا تعايركم عنكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. إني ضل في ضلالي لأدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مهضرون. وآية لهم الليل الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك المشهون. وخلقنا لهم مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. سلام قوم تكون الحمد لله رب العالمين. ألم
أن اعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على ما علمناه شرا ما ينبغي لينذر من كان حيا ويحك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمين. من عذاب القبر ومن أحوال يوم القيامة. آمين. وجمعنا وإياه في دار كرامتك مستقر رحمتك مع بارك الصالحين وأجرك المصلحين اللهم اطردنا فيه عاجلا وآجلا في الدنيا والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم برحمتك أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسم مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وادخله الجنه وعنده من عذاب القبر ومن عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه امين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ولا يقول ولا يجود 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 ولا يجود
والفناء يا ابويا اطميكم انسان عمدا وانك عليك خيرا كل شيء هالك الا وجه لونهكم واليه ترجعون كل نفس ذائقه الموت وانما توفون يوم القيامه فمن يغزها من النار ومثل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور منها خلقناكم وفيها تعيشكم ومنها لا تمرون سلوك وجاهل منها خلقناكم للاجل والدوام وعدكم للجد والتراب ومنها نخرجكم للارض والكتاب بسم الله وبالله من الله وعلى من نسرات الابراهيم صلى الله عليه وسلم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق المرسلون ان كانت النصيحه واحده فانه خالدون يا عبد الله بن امتك يا امه من انت من هوى يرحمك الله وذهبت عنك الدنيا وزينتها وصلت الان في برزخ من برزخ الآخرة ولا تنسى العهد الذي فارقنا عليه في دار الدنيا وقدمنا عليه إلى دار الآخرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإنك رميت بالله واحد ربا واحدا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا واعلم يا عبد الله واعلم يا أمتي أن الموت حق وأن الخبر حق وأن السؤال منكر ونكير حق وأن الجواب حق وأن البعث حق وأن الكتاب حق وأن الميزان حق وأن القصاص حق وأن الصراط حق وأن الشفاعة حق وأن النار حق وأن الجنة حق وأن رؤية الله تعالى في الجنة للمؤمنين حق وأن الساعة لا تكفي لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور هذا أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا كما قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نخرجكم تارة أخرى الآن يأتيك الملكان الموكلان بأمثالها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا تفاجئك ولا يرغبك واعلموا أنهما خلق من خلق الله تعالى كما إنك خلق من خلقه فجاء أتياك وأجلساك وجلس ربك ما ربك وما نبيك وما نبيك ومن الذي يدعو عليه فقل لهما الله ربي حقا وإذا سألك عن الثانية فقل لهما الله ربي حقا وإذا سألك عن الثالثة الله ربي حقا وهي خاتمة الحسنى فقل لهما بلسان طليق بلا خوف ولا فزع الله ربي محمد النبي والإسلام دين والقرآن إمامي والقعبة قبلة والصلاة فريضة والمسلمين والإخوان في ذلك وفي إبراهيم وعين عشت وموت على قبل لا إله إلا الله محمد رسول الله تمسك يا عبد تمسك الأمة بهذا الحجة واعلموا أن مقيما بأرضه إلى يوم إنه كمقيم في البرد إلى يوم القيامة فإن قيل لك وما تقول في هذا الرجل الذي ميت فيكم في الخلق أجمعين فقل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من ربه وصدقنا برسالته فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم على ذلك عشت وعليه موت وعليه تبعث إن شاء الله من الآمنين ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت اللهم ثبته بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيتها النفس المطمئنة ربك راضية مرضية فدخل لي في عبادي وادخل لي جناتي اللهم آنس وأحمد يا حاضر ليس ببعيد آنس وحدة لا شريك له وقربته ولكنه هجة ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وللمسلمين رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ومجد توفى النبي محمد المنتظر آمين بسم الله الرحمن الرحيم ملكم الدنيا كن وليكم نستعين للصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ما أنزلنا في ليلة القدر.
لله وانا لرجل كسوت مكر دونغا ما زبرنا جزاهي بجن لايف كدونغا ما تزهو يا مبياهات حج مجلس مدن ثمانية فاركنا نيوم مجيو بجان سكولي لون أبنجي أبو ربيه مهنو تنغر ما زفا ميزون تبيا إذا ما جلي كيم بياها باروني خير إن شاء الله أبنجي أبو تبقى كان ليابو ناري بيتسيو سكونا وخير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.